لان اكو مثلك هواية يعني من اللي قلت هذا يحكي لازم يحكي عنده اساسيات في الموضوع. هو ما يعرفه هو والله جاي تكرم من التواليت وصارت عنده فكرة هناك في الحمامات، صارت عنده فكرة واجا فتح البث المباشر وطرح. حكمة اليوم نتعلمها من محافظ الديوانية زهير الشعلان واللي يقول لا تنطرئي وانت طالع من الحمام. ومثل ما يقول ابو المثل اسأل مجرب، مثلا وصفه للمتظاهرين بالغجر، وصف مال واحد استوى طالع من ندوة فكرية مليانة ضغط واصوات شابة. كلها مواويل. ولك ابوي مو هيك الحكي، مو هيك، انت محافظ مو سايق ستوته، يعني المفروض يكون صدرك رحب وتتحمل وتصبر، مو كل شيء السمعة لازم ترد عليه بهاي الطريقة. صح اكو ناس تشفص بالبطن، وصح اكو ناس تخليك تطلع من طورك، بس اللي ندري بيه انه عندك اللي دافع عنك خلف الكواليس. اكو احمد بشير قريب منك؟ اي ابن اختي. ابن اختك؟ اي. بس يقول لك الناس هوايدة تحكي عليك بسبب احمد البشير. رجل عايش في، بس هو دائما متصدي بكلام ويا الاخرين وكذا، فيتضجرون لانه دائما يتكلم وياهم بعنف. زين هو شنو منصبه؟ لا شيء، مزارع رجل. مزارع. لا عاد احنا اخذنا غيبه لابو شهاب وعبانا من ذول اقرباء المسؤولين اللي كل عقود المحافظه بديهم وكل تنقلات المدراء والموظفين من يمهم. هو بعينه لو من ذول اللي ماكو شيء يصير بالمحافظه الا بموافقتهم، واللي يندق بيهم يبتلي بلوى على عمره. اثار طلع ابن اخوه ابن اخته انسان من اهل الله ورجال فلاح، كل شغلته بستنشب محافظه الديوانيه. يعني لا يهش ولا نش، بس انت هم صوتك يا استاذ زهير، والله هم صوتك انت. ابن اختك مزارع، ما تقول لي جايب المحافظه تشتري لي هايشتين وزوج صخول وخليه يسرح بيهن. رجل مقرب، بس هو عند بعض الناس الاخرين السياسيين او الكذا عنده علاقات وياهم، عنده علاقات سابقه، هو سابقا رجل هو عنده علاقات مع وزراء مع ادري شنو من فلاح هذا اللي عنده هيك علاقات ويا سياسيين ووزراء بالحكومه. يعني شلون يعني عنده علاقات؟ مثلا مكلفيه يزرع لهم خس بالشتاء لو يجيب لهم سبيناه قبل ما ينزل السوق. زين خاف كان يقصد فلاح بالمزرعه السعيده. استاذ زهير رحم الواديك، انت سمعتك ليره ذهب والعالم كله يشهد لك بنزاهتك ونظافه ايدك، على شنو جايب لنفسك حكايه؟ يعني زحمه بعد كل هذا التاريخ المشرف وهذا السجل الناصع بالبياض يجي واحد يمسك بحكاية مو حلوة من ورا ابن اختك الفلاح. كما كشفت هيئة نزاهة عن صدور أمر استخدام بحق محافظ الديوانية الحالي زهير الشعلانة. تحقيقات في الهيئة أشارت إلى وجود مغالاة في أسعار عقود شراء آليات لدوائر المحافظة، وأضافت الدائرة أن مجموع مبالغ العقود التي وجدت مغالاة في أسعارها بلغت 23 مليار دينار، مما تسبب بهدر في المال العام. هلا 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 هذا الخمط اللي يبيض الوجه ويرفع الراس. قوم وتقول لي ولاية بطيخ مسوين عقد بمليار ونص ويا شبكة الإعلام العراقي، وصار كم أسبوع الدنيا قلبتوها عليهم، عبالك ما أدش ماخذين بلد بيت الله حرمين. زين أنا بس أريد أسأل وأفتهم، المحافظة هاي مو كان أكو بيها مجلس محافظة وهذا الهدر صار قبل ما تنحل مجالس المحافظات؟ لو مجلس المحافظة واجباته غير شيء وإحنا لازقين بي. مجلس الديوانية صوت على إقالة المحافظ زهير الشعلان من منصبه. تصويت إقالة الشعلان تم ب18 من أصل 19 من الحاضرين. يعني بهاي الحالة حتى أبو تشاي اللي يداوم مجلس المحافظة رفع إيده وصوت على إقالته، بحيث اللي ما صوت على إقالته بس عضو واحد وابن اختي احمد بشير اللي يشتغل بستنش بالمحافظه. وذاك وين المحافظ يسمع حسكم باقي ويتمدد، لان حظه اول ما صدر القرار بقالته تم حل مجالس المحافظات بعموم العراق، وبقى زهير الشعلان يمارس صلاحياته ومهامه وانتقل الاشراف على ادائه المجلس النواب اللي هم انتهت دورته النيابيه وانحل، وزهير الشعلان لهسه باقي ويتمدد. هسه خاف الامم المتحده تتكفل بالاشراف على المحافظين، وبالتالي الامم المتحده تنحل وزهير الشعلان هم يطلع باقي ويتمدد. عمي سلم ماكو هذا، ما حد يقول لي عمي تعال.